وهنحاول في هذه المجالس زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان احنا نعطيكم بعض الخلاصات حول العلم ونظرة المسلمين للعلم والتعلم، وكيف كان العلم قديما، وكيف كان العالم قديما، وكيف كان الأستاذ قديما، وكيف كانت البيئة العلمية قديما، وما هو هدف العلم والتعلم عند المسلمين. ليه بنقول هذا الكلام؟ لأنه احنا تربينا في هذا العصر اللي الحضارة الغربية سائدة فيه، وبالتالي المسلم لا يعرف عن العلم إلا ما رآه، ولا يعرف عن التعلم وطرقه وأساليبه وفلسفته وأفكاره إلا ما تلقاه في المدارس النظامية. والحقيقة أن المسلم إذا فضل على كده هيكون مبطور، مبطور الصلة بتاريخه بحضارته بثقافته، وهينتج عن هذا البتر أنه مهما تعلم ومهما كان ذكيا ومهما حصل فسيكون في أحسن أحواله طرد شاطر، لن يكون مبدعا، لأن الإبداع لا يأتي إلا من الأصالة، إنك تكون نفسك، بمعنى أن يكون لك رؤيتك الخاصة. فإحنا عايزين نخرج المسلمين من حالة القردية الحضارية، حالة التقليد السائدة الشائعة، مش هنقول بقى التقليد في الزي والملابس والعادات والتقاليد، لكن هنقول التقليد في الأفكار والفلسفات ورؤية الوجود، وكل هذا لا يكون إلا بتصحيح الأفكار، الأفكار التي تصنع في الأساس عن طريق العلوم، ما يحشى في الأدمغة. فلذلك إحنا قلنا إن إحنا مع بعض في هذا المجلس هنتدارس العلم عند أجدادنا، وإزاي بهذا العلم صنعوا حضارة، هذه الحضارة حكمت العالم 800 سنة تقريبا. معنى ذلك إن إحنا عندنا ما نعتز به، وعندنا أيضا ما نستطيع أن نقدمه للناس، ومعنى ذلك إننا يمكننا أن نستأنف، ويمكننا أن نستعيد، ويمكننا أن نستكمل ما وقف عنده أجدادنا، مستفيدين بالطبع من المناهج والعلوم والتطور الحادث في العلوم في عصرنا. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أنواع العلوم، وقلنا إن العلم منه ضروري ومنه نظري، تمام؟ لما حضرتك تعرف إن في علم ضروري، هذا يعني إثبات العلم الضروري، هذا يتفق مع النظرة الإسلامية للعلم. طب النظرة الغربية التجريبية التي تقول إن العلم هو فقط ما جاء عن طريق التجربة والحس، هذا القول أو القائلون بهذا ينكرون وجود معلومات ضرورية يخلق بها الإنسان. فإحنا لما بنقول إن العلم منه ضروري ومنه نظري، ده يقوي موقف أهل الأديان في نظرتهم للعلوم، لأننا نرجع جميع العلم إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء، يعني الله هو المعلم ورسله هم المعلمون الأوائل، ثم بعد ذلك كل علم نرى أنه إلى الله، لأنه مبني على هذه المعلومات الضرورية المركوزة في فطر الإنسان. وبالتالي نظرتنا احنا للعلم أكثر اتساقا مع حقيقة الإنسان. فإذا احنا لما قسمنا العلوم المرة اللي فاتت إلى علوم ضرورية وعلوم نظرية، قصدنا من هذا ان احنا نرجع بالعلم الى اصله، ان الانسان لا يستطيع ان يبني علمه بعيدا عن منظومة الاديان او منظومة الدين الحق، والا تناقض، والا تعس، والا كان العلم مدمرا لحضارته ولنفسه. بنقول كمان حاجة مهمة قوي، وهي انه الانسان معارفه ليست فقط من الله، وانما تتسع دائرة هذه المعارف بالله سبحانه وتعالى، بمعنى انه
الإنسان عندما يولد يولد وليس معه إلا مصدر معرفي واحد، هذا المصدر المعرفي الواحد هو الحواس، وقبل الحواس عنده قلنا العلوم الضرورية. فيدرك الطفل الذي يبكي هذا إنه ليس هو أمه، لذلك يصرخ بحثا عن أمه، فهذا علم ضروري. ثم مع الوقت يلمس أمه فيعرف أن هذا المخلوق الذي لمسه هو أمه وليس الحديدة أو الخشبة مثلا، فيزداد فتزداد دائرة معلوماته. ثم يكبر هذا الطفل وينمو فيه عقل، ينمو فيه عقل، فيصح عندها أن يكلف، فبالعقل تزداد معارفه، يبدأ بالعقل يربط بين الأمور المختلفة، يعرف الأسباب والنتائج، يعرف المقدمات والشروط والاعتبارات والموانع، فيزداد معرفة. لكن هذا العقل قد يكون أداة مدمرة للإنسان إذا استخدمه بلا نور، يعني لا يستطيع الإنسان أنه فقط يكتفي بهذا المصدر المعرفي ويقف. علماءنا أبو حامد الغزالي على وجه الخصوص في إحياء علوم الدين هتلاقوه لما نيجي نقرأه إن شاء الله نوصل الموضوع دوت، هتلاقيه بيشبه العقل بالعين. يشبه العقل بماذا؟ بالعين. فيقول إن العقل كالعين من حيث إن العين أداة صالحة للرؤية، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وجود نور خارجها ينعكس على المرئيات فترى. إذن العين بمجردها وحدها كده ما تشوف حاجة، بدليل أن حضرتك ممكن تقعد في أوضة ظلمة مش هتشوف حاجة، يعني إيدك كده قدام عينيك مش هتشوف حاجة. إيه اللي حصل؟ مع أن الآلة موجودة، الأداة موجودة. لماذا؟ لأنه لابد من وجود نور خارج العين يجي على العين فتعكس الشعاع، أو الشعاع يصل من العين إلى الشيء المرئي فتحدث الرؤية. العقل الإنساني كذلك، العقل الإنساني لا يستطيع أن يرى الأمور بوضوح إلا إذا أتاه نور من خارجه. إيه هو النور دوت؟ نور الوحي، نور الوحي الذي يجعله يرى الأمور على ما هي عليه. فالوحي هو الذي سيضبط حركة العقل، مش كده وبس، ده الوحي هيوسع دائرة العلم أكثر. لأن العقل ماذا يعطي الإنسان؟ العقل يعطي الإنسان العلم بالشاهد، العلم بالمحسوسات، العلم بهذا العالم. الوحي بالإضافة إلى أنه سيضبط حركة العقل، طريق التفكير في الأمور وضبط للأمور وإعطاء موازين لحكم الأمور، هيوسع دائرة المعارف، فيديه معلومات عن عالم لا يستطيع أن يتوصل إليه بمفرده، وهو عالم الغيب. فالغيب لا يعلم إلا بالوحي، والغيب معلومات أوسع من نطاق العقل. كيف تعلم هذه المعلومات؟ لا علم. كيف يعلم؟ كيف يعلم؟ بالوحي. فبدون الوحي العقل عمله محدود، يتخبط في ظلام. ثم الوحي بيستحلك باب آخر وأوسع من المعرفة، مش بس هيتوقف الأمر عند إخبارك بغيبيات موجودة بالفعل لن تستطيع أن تدركها في المعامل ولا بالتلسكوبات ولا الميكروسكوبات ولا كلام من ده، ولكن سيخبرك الوحي بمصدر معرفي، أو سيضيف إليك الوحي مصدرا معرفيا آخر به تتحقق من صدق المعلومات. يبقى كأنه الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أنه يعرف، وليس عبثا أن يبدأ الوحي بقوله تعالى اقرأ، وليس عبثا أن يكون أول قسم نون والقلم، فكأن الله عز وجل خلقنا لنعرف. وفي قراءة سيدنا عبد الله بن عباس وما خلقت الجن والإنس إلا لي ليعرفون ليعبدون، سيدنا عبد الله بن عباس كان يفسرها ليعرفون، لأن المعرفة أول طرق العبادة. عشان كده الإنسان عشان كده الصالحين لما بيصلوا نتيجة المجاهدات والعبادات إلى درجة معينة بيسموه عارف بالله. عارف بالله إيه؟ ليش معنى عارف بالله؟ يعني
لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، لأنه انفتح له أبواب من المعرفة لم تنفتح لغيره. إيه اللي عمل كده وإيه اللي أهل الإنسان أنه يعرف ما لا يعرفه غيره؟ وثقة العقد في المصادر المعرفية وهو مصدر الوحي أو الخبر. يبقى لو جينا كده نمثل دوائر المعرفة كما هي عند أهل الإسلام، هنقول كالآتي: إنه عندنا دائرة صغيرة هنسميها دائرة المعارف الضرورية، دائرة المعارف الضرورية التي يشترك فيها أو في وجودها كل البشر. طيب ثم تتسع هذه الدائرة أكثر فيدرك الإنسان بالحواس فتزداد معلوماته عن طريق معرفة المبصرات، عن طريق معرفة المحسوسات، عن طريق معرفة المشمومات، فيعطي له العالم معلومات يتوصل إليها عن طريق ماذا؟ الحواس. ثم تزداد دائرة المعرفة أكثر حين يكبر الإنسان ويكون مؤهلا للتكليف، فيعطى العقل الذي يؤهله للتكليف والذي به ينظر في الكون والذي به يتفكر في خلق الله والذي به يرتب المسائل والذي به يعرف المقدمات والاعتبارات والشروط. ثم قد يقف الإنسان عند هذا الحد، يعني الكافر العلم غير الإسلامي بيقف عند هذا الحد. طيب فهو العلوم التي ينتجها غير المسلمين بتعتمد على هذه الأمور، الحواس والعقل وبعضهم. عشان تعرفوا ماذا العجب اللي احنا فيه، ان العلوم الغربية الحديثة لا تعتمد العقل مصدر من مصادر المعرفة، وانما تبنى فقط على ما تنتجه الحواس، فيعتبرون ان العلم هو الذي يأتي عن طريق التجربة والمشاهدة، لكن الافكار لكن الأدلة العقلية لا يعتبرونها علما. طيب لو اعتبرنا انهم اعتبروا العقل ينتج علما ويأتي بمعلومات ويفيد الإنسان، هل هذا كافي ولا هم برضو أغلقوا على أنفسهم بابا من العلم؟ أغلقوا على أنفسهم بابا من العلم، لأنه لو اكتفى بهذا العقل سيتخبط، لأنه آلة تخبط في ظلام. لذلك يجي الوحي ويمد هذا العقل بشعاع من نور فيوسع دائرة المعرفية فيعلمه عن عالم الغيب. يعني الوحي هيبقى ليه دورين، هنا هيبقى ليه دورين: دور مع العقل بحيث ينير، فخد بالك عقل المسلم وهو يفكر في المعلومات يختلف عن عقل غير المسلم وهو يعمل عقله في المعلومات أو في المشاهدات أو غيرها. الوحي بينير طريق العقل فيما يتحرك. طيب ثم هيدي للمسلم حاجة تانية، هيعرفه عن عوالم لا يستطيع العقل بمفرده أن يصل لها، فيعرفه عن عالم الغيب. وهنا لما هينير هيعرف عالم الشهادة. يبقى إذن اتسعت دائرة المعرفة عند المسلم بماذا؟ بالوحي. ثم الوحي ضبط حركة ماذا؟ حركة العقل وأعطاه اتساع معرفي. طيب لما هتؤمن بالوحي هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ممكن هذه الدائرة تتسع، لكنها لن تتسع لكل الناس، تتسع بشروطها. ايه شروطها؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. فهتلاقي اهل التقوى واهل الايمان عندهم معارف لا توجد الا عندهم، فهتلاقي فيه الدائرة اتسعت اكثر واكثر بالتقوى. فالتقوى بتعصي للإنسان أفق معرفي أوسع. طيب دي باختصار دوائر العلم عند المسلمين، إنه عندنا حاجة اسمها علوم ضرورية وأولية خلقها الله في كل إنسان، زي علم الإنسان بوجود نفسه وزي معرفة الإنسان بأن الجزء أصغر من الكل، كل دي أمور ضرورية كل واحد فينا يعرفها من نفسه. ثم تتسع هذه الدائرة شيئا فشيئا مع تقدم الإنسان في العمر فيكتسب الحواس، ودي أيضا يشترك فيها كل الحيوانات، كل الحيوانات يعني إنسان أو
غير إنسان. ثم يتميز الإنسان بالعقل الذي به يؤهل للتكليف فتتسع آفاقه المعرفية، ثم إذا آمن تتسع آفاقه أكثر وأكثر، ثم إذا أحسن في الإيمان وصار من المحسنين فتتسع آفاقه المعرفية أكثر فأكثر. دي باختصار، دي باختصار دوائر المعرفة عند المسلمين. فإذا إحنا نظرتنا للمعرفة ونظرتنا للعلم ونظرة علماءنا للمعرفة غير منفصلة عن الإيمان بالله تعالى. يعني ما ينفعش حد يتكلم عن علم مقطور الصلة أو مقطوع الصلة عن الدين. طب إيه علاقة الدين مثلا بالعلوم الدنيوية؟ ما إحنا قلنا إذا كان العقل يتحرك في الشاهد، الشاهد اللي هو إيه؟ علوم الدنيا. فالوحي هيبقى وظيفته إيه؟ إنه يضبط حركة العقل، يضبط حركة العقل. فهتبص تلاقي الدين بيمدك بضوابط، بمسارات، بأخلاقيات، بحيث لا يستخدم هذا العلم إلا في إطار الهدف من الوجود. الهدف من الوجود اللي هو إيه؟ عبادة الله تعالى. يبقى الهدف من العلم هو نفسه الهدف من وجودي كإنسان. كده العلم والوجود اتحدا ليدل على مسار واحد أو ليصل إلى هدف واحد. علشان كده هتلاقوا من الطبيعي جدا إن أبو حامد الغزالي في مقدمة الإحياء في باب العلم، طبعا لو حضراتكم فهمتم العلم وفق ما قدم لكم هتقولوا إيه علاقة العلم بالآيات القرآنية؟ وإحنا عندنا قلنا العلم عندنا أولا غير قاصر على علوم الظاهر أو علوم الدنيا، ثانيا العلم عندنا مرتبط بالهدف من وجود الإنسان، ثالثا ممارسة العلم عندنا نوع من العبادة. لذلك من الطبيعي أنك تلاقي واحد زي أبو حامد الغزالي في الإحياء، أو ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، أو ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، بيفتتح أو بيبدأ كتبه بالحث على طلب العلم ديني أو دنيوي بآيات وأحاديث.